برأيك يا شيخ محمد، هل احنا عندنا يعني في نماذج الإخوة الملتزمين عندنا قصور في تصدير مثل هذه النماذج في مسألة الخروج للمصايف، لخروج للأماكن الفسح، لحتى الأفراحنا، ان احنا نصدر صورة طيبة حسنة يستطيع الآخرين لما يشوفوها يحبوها فبالتالي يقتدوا بها؟ هو كما أشار الشيخ هاني، الأصل يا أبا بيبرس قضية تحويل نظرة الناس من الفرح إلى السلوك إلى الشعور. نعم. ده أصل الموضوع. وأنا النهاردة علشان أظهر أن الإسلاميين أو الطيبين أو الصالحين أو الأسر الطيبة تمارس سلوك الفرح، نعم، دون أن يملكوا شعور الفرح، أنا أقع في نفس المشكلة. يعني أنا دلوقتي أخذت إخوة زي ما الشيخ قال ورحنا قعدنا على الشاطئ وما فيش نية صالحة وما فيش تجديد وما فيش اهتمام بأوقات الصلوات وما فيش اهتمام بالألفاظ التي تقال، أنا مارست ما يمارسه الآخرون وسأعود بخفي حنين. نعم. لأن أنا أمارس سلوك، أنا أحتاج أن أمارس شعور. ولهذا تجد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه كانوا وسلم. يترجمون مسألة الفرح إلى شعور حقيقي. في عند أهل السنن أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان وعنده بعض نسائه، فقال يعني يا رسول الله صلى الله عليه يعني أغضبنك؟ قال نعم. فقال لهم كلمة، وكانوا إذا دخل عمر ابنه نعم. يخافون من عمر ويخرجون. ثم قال سيدنا عمر: أما رأيت يا رسول الله إلى أم فلان، يعني زوجته، إنها تكلمت فوكزتها أو فضحك رسول الله صلى الله عليه قال وسلم. الراوي: فما تركته حتى ضحك. شعور قلب سيدنا عمر أنه لا بد أن يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يوصل الشعور إلى الضحك وليس نعم. مجرد سلوك الضحك. نعم. هذا مطلب كان موجود عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتمازحون وكانوا يتضحكون وكانوا ينشرون ما بينهم من ليالي ويتندرون ويحكون عن الأشعار والقصائد. هذا الشعور هو الذي يجب أن يصل إلى قلب المؤمن. والله جل وعلا يقول والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب. فكما أشار الشيخ أيمن الشيخ هاني، الله جل وعلا يفرح، والله سبحانه وتعالى يريد من عبده أن يتوب، فتوبة العبد تفرح الله جل وعلا وفرح الله يفرح العبد. وأنت تحتاج أن تمارس هذا الفرح فتكون كل حياتك كلها طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، ربط الطاعة بأنها اكتئاب وربط المعصية بأنها فرح، هذا معيار لابد أن يهدم. ثم ننتقل إلى المعيار الآخر، هل هناك تقصير عند الطيبين والأخيار والبسطاء والصالحين؟ نعم. لابد أن يتغير؟ نعم. لابد أن يمارس الصالحون وأسرهم وأزواجهم وأولادهم عبادة الفرح؟ نعم لابد. نعم. وهذا الفرح يعني تعبدنا الله سبحانه وتعالى، ويكون عنده إبداع في ذلك يا شيخ محمد. أحسنت. عشان يعني أعطي البديل للآخر لابد أن أبدع فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه جعفر بعد فتح خيبر فقال كلمة، قال: لا أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. والفرح هنا الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم عودة جعفر من الحبشة. نعم. والذين هاجروا للحبشة ليسوا عاديين، فيهم بنته صلى الله عليه وسلم وفيهم صفوة رجال الصحابة الأول، وفي نفس الوقت فتح خيبر فتح للمسلمين فتحا عظيما في ذلك الوقت. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمارس عبادة الفرح ويشير ويذكر إخوانه من الصحابة أنه في فرح، انتصار المسلمين فرح، وقدوم الغائب والمسافر وعودته فرح. وهذا الفرح إذا مورس في الواقع أسعد النفس. نعم. وبالمناسبة شيخ عمر، نحن دين الفرح أصلا، دين ليس دين حزن. يعني جمع كل آيات العذاب والوعيد والتهديد، هي لا تساوي ثلث آيات الرحمة والوعد والإكرام والإجلال والجنة. يعني أنت لا تستطيع أن تحصر. واجمع الآيات التي النصوص الحديثية التي فيها إقامة الحدود وفيها التعزير وفيها الجلد وفيها الضرب وفيها القتل وفيها حد الردة، لا تساوي 5% من بقية الدين الذي كله معاملات وكله نكاح وزواج وبيوع وأمانة ورد مظالم. يعني ديننا دين عظيم، دين يقيم الحياة ولا يأتي بالاكتئاب ولا بالنكد إليها. وهذا ما نحتاج أن نوصله للناس.
وفي كل مجال المجالات. يعني حبذا يا شيخ هاني مثلا احنا مقدمين على العيد، يا سلام لو واحد من المشايخ جمع النصوص والاحاديث المتعلقه بالعيد، رايحين البحر، حد من المشايخ يجمع النصوص والاحاديث المتعلقه بالبحر وركوب البحر ومتى نركب ومتى لا نركب والاستئناس بالبحر والخروج للصيد وللتجاره. طيب رايحين مثلا نزهه، الاحاديث المتعلقه بالاشجار والثمار والجنان والخضره والبساتين، هناك نصوص كثيره جدا. نعم كثيرة جدا، والصحابة كانت لهم بساتين وكانت لهم جنان وكان عندهم مزارع وكان عندهم أراضي وكانوا يخرجون بأولادهم وكان أحدهم يزرع بيده وكانت زوجته تساعده، والنصوص كثيرة متواترة في هذا الباب. نحتاج أن نغير المفهوم الذي أشار إليه الشيخ هاني حتى يخرج الصالحون والطيبون من حالة الحزن والاكتئاب إلى حالة الفرح.